يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقدح في عقيدة الإمام الشوكاني ويتحدث بذلك أمام الطلاب في الجامعة، فهل هذا القدح صحيح؟ مش القدح، وش يقدح على الإمام الشوكاني أو غيره؟ إذا قدح في أحد لازم يجيب القوادح التي عنده، أما مجرد الطعن في العلماء ولا يبين هذا ويثبته، أيضا لازم يثبته من كلامه، يجيب كلام مقطوع وينسبه للعلماء، العلماء لهم حرمتهم ولهم مكانتهم، والإمام الشوكاني رحمه الله له مكانة في العلم والتحقيق، وله كلام في تحريم البناء على القبور، وله كتاب في التوحيد الدر النضيد في عقيدة التوحيد، هو إمام جليل، ماذا يطعن عليه هذا المسكين؟ نعم. لكن سافر. ربما أن اللي ينتقد الشوكاني أنه غضب عليه ما هو على معتقده، أن الشوكاني على معتقد أهل السنة والجماعة والمحدثين، وهذا غضب عليه لأنهم خالف الله، الله أعلم كذا. نعم.